السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا متابعي ويا عشاق وصفة الشيخ يونس المغربي. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفة اللي جايب لكم اليوم هي وصفة جلب الحبيب بمشط الشعر، يعني بمشط شعرك، يعني مش يعني مشط المشط الذي تمشط به شعرك سيأتي حبيبك وسيأتي غصبا عنه، وسوف تتذكرين كلامي. يعني بعد الوصفة وصفة تجعله يأتي غصبا عنه، يعني كل من جربت إلا وتكون معها ناجحة. يعني وصفة عندها مفعول قوي وتأثير قوي في جلب الحبيب، وخاصة أنك سوف تجلبي بالشعر مشط شعرك وسوف تنبهرين بالنتيجة. اعتذر، تنبهرين بالنتيجة، يعني سوف تكون النتيجة يعني سوف تجعلك تشعرين بالصدمة. يعني كيف يصبح هذا الزوج أو الحبيب، يعني حتى لو كان بينكم فراق لمدة شهور أو مثلا لمدة أعوام، وعندما سوف تقومين بهذه الوصفة سيأتي غصبا عنه، غصبا عنه، لأنك سوف تجلبيه بمشط شعرك. وما أدراك مشط الشعر، يعني الشعر، يعني مشط الشعر فهو يعني عنده تأثير قوي في عالم الروحانيات في جلب الحبيب. يعني مشط الشعر، المشط يستعمل في العديد من وصفات الجلب وأعمال الروحانية للجلب. يعني المشط، يعني المشط، يعني هو يعني المشط المرأة وكل شيء فيها، يعني وكل شيء فيها، يعني بهذا المشط فهي تتحكم في غريزة الغير، يعني تتحكم في غريزة الرجل. فعندما تمشطين بشعرك هذه بهذا المشط، تمشطين شعرك وتقومين بهذه الوصفة، كوني على يقين أن زوجك سوف يأتي، ويأتي غصبا عنه، غصبا عنه سوف يأتي وهو راكع أو حبيبك هذا، حتى لو كان بينكم فراق مدة. وإذا كان معك مثلا زوجك في البيت وتغيرت معك معاملته وأصبح يعني لا يعاملك باحترام أو لا يعاملك بحب أو لا يعاملك بعاطفة، سوف تنبهرين في اليوم الذي سوف تقومين بهذه الوصفة. هذه الوصفة يجب أن تقومي بها، ويعني إذا يعني أن يكون مفعولها قوي إذا قمت بها ومباشرة رأيت حبيبك أو زوجك. فإذا كان غائب فهي تجلبه، يعني تجلبه ويأتي لكي يراك، يعني يراك يعني بعد أن تمشطين بهذا المشط. وصفة سهلة وكل ما سنحتاج فيه هو السكر، السكر الخشن، أو تأخذين السكر تقومين بتكسيره، يعني تأخذين السكر تقوم بتكسيره، أو السكر الخشن، يعني السكر الذي يكون عبارة عن بودرة، عن غبرة، هذا هو السكر الخشن. ثم تأخذين مشط شعرك، يعني المشط الذي تمشطين بشعرك، ويجب أن يكون مثل هذه، يعني مشط يمسك من هنا، يعني المشط ليس مثل هذه بالضرورة، يعني مثلها في الحجم وفي اللون، ولكن يكون المشط الذي يمسك هكذا. فإذا لم يتوفر معك قومي بشراء مشط، يعني قومي بشراء مشط شبيه لهذا أو مثل هذا، ولو اختلف اللون، يعني ليس شرط أن يكون أسود، يعني ولو اختلف اللون أو اختلف الشكل، المهم يكون هذا المشط الذي تكون له يد يبدو يمسك منها. ثم سوف نحتاج الى المدد الروحاني او ورقه او قلم ازرق وورقه، نقول دائما او قلم اسود، اعتذر، وورقه. انا دائما اقول لكم ان الوصفات يعني اكتبها انا بالقلم الازرق، ولكن انتم تكتبوها بالقلم الاسود او المدد الروحاني. وسبق حطيت عده فيديوهات عن كيفيه تحضير المدد الروحاني. بالنسبه لهذه الوصفه هي تستعمل لكم، يمكن لك القيام بها طيله ايام الاسبوع، ولكن يستحسن في اليوم الذي سوف تقابل فيه حبيبك او اليوم الذي سوف تقابل فيه زوجك. مثلا زوجك في العمل، مثلا زوجك هو يعني يستحسن فيه يعني في اليوم الذي سوف تقام به حبيبك او زوجك. مثلا زوجك في العمل سوف تقومين بها يعني في بالنهار وعند قبل ان ياتي من العمل، سوف تقومين بهذه الوصفه. حتى لو كان بينكم نزاع وخصام وكان يعني معاملته قاسيه معك، لا يحترمك لا يحبك، سوف تنبهرين من نفسك وسوف تتذكرين كلامي. يعني عندما سوف تقومين بهذه الوصفه سوف تمشطين بها شعرك، وعندما ياتي هو من العمل ولو كان بينكم خصام يعني سوف تلاحظين كيف سيتعامل معك. يعني سوف يتعامل عندما يدخل مباشره ينظر لك، سوف يتعامل يتغير كليا، كانك تجلبيه بالحب من اول نظره، ولو انه كان ينظر لك دائما، ولكن في تلك اللحظة سوف يشعر بإحساس غريب، إحساس غريب يعني وانجذاب قوي، انجذاب قوي لك. وإذا كان مثلا حبيبك وحصل بينك وبينه خصام، سوف تمشطين بشعرك بمشط شعرك هذا، وتحاولين يعني في المكان الذي موجود فيه تحاولين أن تذهبين لهذا المكان وتمرين من أمامه، يعني مباشرة أن ينظر لك سوف يجلب، يجلب. وإذا كان غائب لمكان ما، يعني بعيد عنك بينكم، بينك وبينه مدينة أو دولة أو قارة، عندما تمشطين بهذا المشط يعني سوف يحن قلبه ويدق قلبه مباشرة، يعني بعد أن تقومين بهذه الوصفة، وسوف يأتي ويطلب السماح أو يتصل، أو يتصل إذا لم تساعد الظروف لكي يأتي. يعني سوف تلاحظين أن مباشرة بعد أن تقومين بهذه الوصفة يصبح شخص آخر. يعني قلنا سوف تأخذين القلم الأسود والورقة والسكر الخشن والمشط. أول شيء سوف تكتبين هو جلبتك، جلبتك بالمشط، 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 بالمشط يا فلان ابن فلانة. هنا سوف تكتبين اسمه واسم أمه، إذا لم تتوفر على اسم أمه سوف تكتبين ابن حواء في مكان أمه، يعني سوف تكتبين اسمه في مكان أمه سوف تكتبين حواء، يعني إذا كان حبيبك لا تتوفر على اسم أمه. جربتك بالمشط، بالمشط يا فلان ابن فلانة، تشوفني، تشوفني، تشوفني فيا تربط. جلبتك بالمشط تشوفني فيا تربط، يعني مباشرة أن يشوفك فيك يربط، يعني فيك يربط. جلبتك بشعري، جربتك بشعري، يعني هنا سوف تجلب بالشعر، يعني عند المشط تمشطين بها شعرك ولو كنت ترتدي الحجاب، يعني الوصفة تكون ولو أنك ترتدي الحجاب، المهم أن تمشطي شعرك. جلبتك بشعري لا تشوف حواء غيري،
جنتك بشعري لا تشوف حواء غيري ولا تفارقني في يوم ولا تفكر في المشي. جلبتك بشعري لا تشوف حواء غيري ولا تفارقني في يوم ولا تفكر في المشي. يعني سوف اعيد من الاول. جلبتك بالمشط يا فلان ابن فلانة تشوفني وفي تربط. جلبتك بشعري لا تشوف حواء غيري ولا تفارقني في يوم ولا تفكر في المشي. ثم تعودين للسطر الثالث. يعني هذا السطر هذه فقط يعني تكمل لهذا السطر الثاني. وهذا هو السطر الثالث. في السطر الثالث سوف تكتبين فيا تربط وفي بحر حبي تسقط. في تربط وفي بحر حبي تسقط. يعني في بحر حبك سوف يسقط. يعني سوف يسقط غصبا عنه وسوف يصبح مدلول راكع. سوف يأتيك وهو راكع يتوسلك يطلب منك السماح. يعني اعتذر منك يطلب منك السماح. يعني حتى لو كان بينك فراق. إذا كان زوجك تغير معك سوف تصبح معاملته أخرى. يعني سوف يصبح يحبك يموت فيك مجلوب لك. يعني غصبا عنه سوف ثم تأخذين هذا السكر وتضعين قليلا هنا. ثم تأخذين المشط وتمشطين به شعرك مباشرة. بعد أن تقومين بهذه الوصفة تمشطين. بعد أن تكتبين الطلسم تضعين السكر. إذا كانت تكتبين الطلسم بالمدد الروحاني ضعي القليل لكي يجف. ثم ارمي السكر. إذا كتبتي بالقلم مباشرة ارمي السكر. ثم تمشطين بشعرك. تمشطين مباشرة بعد أن تكتبين الوصفة. تمشطين بشعرك جيدا بهذا المشط. ثم تضعين المشط هنا فوق السكر. ثم تأخذين ما تبقى من السكر وترشيه هنا. وتقوم بالاحتفال بهذه الوصفة. يعني في دولاب يعني في خزانة ملابسك أو في أي مكان دافئ. أي مكان مخبأ حتى يأتي زوجك في المساء أو حتى يعني تلتقين بحبيبك أو حتى اليوم الغد إذا كان حبيبك.